مرحبا، رح نعمل تعديلات بسيطة على البانل هاي وحاحط أيقونات هنا. تمام، طيب التعديلات اللي حتكون هنا، أنا هعمل هنا اللي هو هحط لها بولدر، حط على بولدر هنا. في عندك مثلا بولدر اسمه اتش بولدر، هنا الطيب ده حنكون لورا، يعني مثلا الحدار حيكون للأسفل، يعني مش مشكلة. المهم نحط مثلا هنا اللون، هنا مثلا هايد كلر، تكون مثلا الكلر تبع مثلا لون أزرق مثلا مثل هذا، وحيكون مثلا الشادو اللي هو مثلا زي كيف زي الظل، يكون مثلا باللون مثلا هذا، يعني أو لون نفسه يعني. تمام، أو ممكن مثلا نغيره مثلا اللون، خليه باللون هذا، أقول له أوكي. تمام، طيب نيجي بس هنا نعمل الآن ونشوف، يعني زي كده هي يبين عندك هنا اللي هو مثلا اللي هو الحدود. تمام، يعني مثلا ممكن تحط أي لون مثلا يكون مثلا دابق، يعني تحط له أزرق. طبعا يعني احنا مش هنختلف مثلا على اللي هو الألوان، ونحط بدك إياه ممكن هذا، يعني نفس اللون يعني عادي. تمام، طبعا نيجي نحط مثلا اللي هو الأيقونة للدخول، فدعس هنا ضغطتين وعمل هنا اختار سيلكت. أنا عندي في الملف اللي اسمه جي إيميج، فعندي حاجة اسمها حطيتها لوجين بي إن جي صورة. تمام، أقول له أوكي. في عندك كمان هنا في الخروج، أنا أعمل هنا مثلا بقول له هنا إيش، في عندي هنا إيميج اسمها إكزيت، أقول له أوكي. مثلا في عندنا في المساعدة تغيير الستايل، أقول له عندك هنا حط لي هنا إيميج، في عندي هنا حاجة اسمها اللي هي الستايل، أنا مسميه ستايل. في عندك مثلا هنا مساعدة، يعني أنا هكتبها هنا إيش، حط على إيميج، أقول في عندك هنا هيلب، أقول أوكي. طيب في عندك هنا عني، يعني معلومات عني، يعني هنا حقول له اللي هو هنا أقول له إيميج، هنا حقول له ستار، أو هنا إيش أباوت، حول عن مثلا حول أو كذا. طبعا كده مثلا لما نروح الفايل هتلاقي يعني الإشي مثلا ممتاز جدا، أي ملف هتلاقيه مثلا بهذا الشكل مثلا، يعني مقبول نوعا ما. ممكن كمان تحط أصفر رمادي ألوان، يعني بس يعني كده، يعني مش مهم، يعني المهم يعني يكون مثلا منظرها كتير رائع. طبعا هنا نحط اللي هي الجيت الإظهار، كيف أنا بدأ مثلا كتبت هنا يظهر اللي هي الكلام. طبعا نيجي هنا ندمج. طيب نيجي هنا ندعس كليك يمين، قولوا هنا ايفنت اكشن، اكشن ايش اكشن بيرفورم او تشينج. تمام، هاي او هاي يعني ما بتفرقش، اعطيني اكشن بيرفورم بهذا الشكل، ندعس عليه. طيب هنا جيت عند اقول له، هنا اقول له اف اذا اللي هي الجي تشيك بوكس، جي تشيك بوكس إذا كانت مختارة، يعني أنا كيف ضاف حالتها إذا كانت هي ترو أو فولس، يعني إذا كان حط علامة الصح أو لا. يعني إذا المستخدم داعس عليها إيش يعمل لي إظهار، يعني يقول لنا إيش جي تشيك بوكس 1 دوت إز سيلكت، هنا أقول له إز سيلكتد، إز سيلكتد يعني هل هي مثلا اختار أو حط عليها صح، هل هي مختارة أو هي تم التعليم عليها، أعمل لي إيش إظهار. طب أنا كيف بدي أعمل إظهار، فأقول له الباس دوت، في عنا دالة اللي هي اسمها سيت ايشو تشار، هذا ايشو تشار بتحول لك بين مثلا بين اللي هي تحول لك هدول اللي بتحول اللي هي الرموز، مثلا اذا كانت النجمة بتحول لك اياها لارقام. طب انا كيف بدي احولها لارقام، بقول له هنا بالضبط كده، هقول له تشار زيرو، معنى تشار زيرو ان هو الزيرو هاي ما تعملش عليه اي حدث، وحولها لتشار يعني حولها لاحرف، يعني هات لي كل حرف من الجي تشي من الكومبو بوكس اللي اسمه باس وحول لي اياه لتشار. طب الزيرو يعني ما تضيفش عليه ولا حاجه. تمام، طب قول له else. طب انا اذا رجعت لي التشيك بوكس، يعني صارت اذا التشيك بوكس صارت فولس، راح اقول له الباس دوت سيت ايشو، قول له خلي لي اياها نجمه، يعني رجع لي اياها نجمه، هي حتاخذ هنا تشار عفوا، اقول لها نجمه. تمام، طيب نيجي هنا، طيب نجي نعمل هون هنا. طيب هاي عندنا هذا الواجهة. طيب نجي نكتب مثلا 1 2 3. طبعا قلت الكومبو بوكس ايش حالتها، جي تشيك بوكس ايش حالتها، حالتها فولس يعني فيش حد مختارها، يعني ايش حتكون حالة، الحالة تكون حتنفذ هاي. طيب انا حقول له لو اختارت هنا، انا كتبت 1 2 3، حول لك هنا قال لك تدرس على الاكشن، اجى لك هان قال لك جي تشيك بوكس اس سيلكت، اس سيلكت رجع لك تو، فانا بقول له في الباس هذا دوت اي شوب شار، حول لي كل شار في الباس الى ايش الى حرف،
طب الزيرو هاي معناتها انه ايش؟ هات ليها زي ما هي بالضبط، الحرف هات ليها زي ما هو بدون ما تحول لي او تلعب لي فيه تغير لي البيات تبعته. يعني هو مثلا رقمه 52، ال 52 هاي حوليها لتشاور، قديش ايش هو الحرف هذا؟ طيب طب انا لو ادخ فيها بقيم هذا فبحول لك اياه كله لا ايش؟ لا اللي هي ايش؟ نجمة. تمام، ممكن كمان تغيرها بلس او اللي بدك اياه. طيب مثلا كتبت 4 5 6 7 8 9، لو جيت تعمل اظهار قال لك 4 5 عشان تتأكد يعني انا يعني ما بخوزش معك، يعني انه جاب لك اياه الرقم زي ما هو. تمام، اكيد عرفنا كيف نعمل اظهار كلمة المرور. نشوفكم الدرس القادم، والسلام عليكم.